جملة من المؤشرات الأممية حول ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز العراقية نوردها كالآتي. بحسب جينير بلاسخارت تقول لا مبرر للتعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب. التقرير الأممي يؤكد أن هنالك شهادات تعذيب استندت إلى مقابلات مع 235 محتجزاً عراقياً. أيضاً يضيف توكيل محام للمتهمين يأتي متأخراً بشكل متعمد وممنهج بحسب ما أكده التقرير. الفحوصات الطبية للمتهمين ليست منتظمة في السجون، وهو ما يؤشر خللاً واضحاً في برنامج حقوق الإنسان في العراق. لا احترام للإجراءات القانونية الخاصة بالتوقيف قبل المحاكمة أيضاً حسب التقرير الأممي. ولا معلومات، يضيف التقرير، لا معلومات موثوقة عن الجهات الرسمية المخولة بالاحتجاز. هذا يعني لا أحد يعرف من هذه الجهات التي تحتجز أحياناً طبعاً وليس دائماً. ما تزال العديد من أماكن الاحتجاز الرسمية مبهمة، يتحدثون عن سجون سرية. أيضاً الاستجوابات تهدف إلى انتزاع الاعترافات من المتهمين وليس كشف الحقيقة كما يقول التقرير الأممي. السلطات العراقية تتجاهل شكاوى التعذيب كما يقول التقرير